بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا العامة، مرحبا الله بالصف الثالث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح تبسيط قواعد اللغة الإنجليزية إن شاء الله معك مع كتاب المعاصر A Week is Enough. إن شاء الله هنراجع أهم المفردات في القصة، تحديدا الكتاب موزع المراجعة على أسبوع، وحتى معناه إن هو الكتاب ب A Week is Enough. إحنا مش هنلتزم بالتوزيع اللي هو وضعها، اليوم الأولاني كذا واليوم الثاني كذا. احنا هنبدا بالشيء اللي احنا شايفينه بالنسبه لك جديد، اللي كان جديد عليك ان القصه تبقى في شكل مفردات زي بريزنر اوف زندا، وما يبقاش فيها تركيز على الاحداث. وبالتالي هنبدا بده لانه هو ده الشيء اللي كان جديد بالنسبه لك. ان شاء الله على بركه الله نبدا الفيديو الاول لزي بريزنر اوف زندا، لان ان شاء الله انت دلوقتي جايبها كتاب المعاصر عام 2021، هنجيبها لك على فيديوهين. نبدا ان شاء الله النهارده الفيديو الاول، وده هو واضع المفردات بشكل ابجدي A B C D، ادي المقصود بكلمه ابجدي. ان شاء الله زي ما قلنا هنعملهم لك على فيديوهين. اوكي، هنبدا ان شاء الله بركه الله. البدايه بتاعتنا موجوده على صفحه، البدايه بتاعتنا على صفحه 103. بسم الله الرحمن الرحيم، الله نبدا نقول مفتوز، واللي بتقول لك تو بقى جاي فراغ is to be concerned about or interested in someone or something. ان تكون كذا هو ان الواحد يبقى مهتم بشيء ما او شخص ما. طيب ايه بقى؟ wonder بمعنى يتعجب ويتساءل، stare بمعنى يحملق يعني بحلق في حد يعني، lay against بمعنى يتكئ على شيء، ولا care about يهتم بمين؟ care about الاجابه بتاعتنا في جمله رقم واحد. ادي اجابتنا اهي، بنحط لك عليها دايره اشتباه او خط عشان تبقى واضحه معاك تماما جدا. اتنين بيقول لك ايه فيها؟ او انه جاي فراغ is an important official، كذا هو عباره عن موظف او موظف مهم. That a government sends اللي الحكومة بترسله to another country لدولة أخرى to manage its relations with that country علشان يقوم بضبط علاقاتها مع هذه الدولة. Drawbridge بمعنى جسر متحرك، ولا Swordsman مبارز أو محارب، ولا Ambassador بمعنى سفير، ولا Shade بمعنى ظل. إجابتنا في جملة رقم 2 هي Ambassador، سفير. سفير ده هو شخص بتبعته الدولة لدولة أخرى لضبط العلاقات. ثلاثة بقول لك فيها تو بقى جاي فراغ ان كذا is to place or crown، ان انت تضع تاج on the head of a new king، فوق رأس ملك جديد or queen او ملكة، as part of an official ceremony، كجزء من حفلة رسمية او مراسم رسمية، in which they become king or queen، واللي فيها بيصبح ملك او ملكة. make up بمعنى يضع make up او يختلق، lay بمعنى يرقد، كراون بمعنى يتوج، وبند بمعنى ينحني. كراون بمعنى يتوج هي الإجابة بتاعتنا في الجملة رقم 3. أربعة بيقول لك فيها تو أن كذا وجاي فراغ is to bend the top part of your body، كذا هو أن أنت تنحني بالجزء العلوي من جسدك forward الأمام، in order to show respect لكي تظهر الاحترام، for someone important لشخصية مهمة. support بمعنى يؤيد أو يساند، break بمعنى يكسر، بو بمعنى ينحني، دريس بمعنى يلبس او يرتدي. هنقول بو بمعنى ينحني. طبعا بنأكد على معلومة ان انت لما هتجيب الكتاب ده هتلاقي المعاصر حال اللي احنا بنقوله ده، الحكاية مش ان هو حللهم او لا، الحكاية الاجابة دي جت ازاي، وده اللي بيميز قناة مستر عزت عن باقي القنوات. شباب احنا بنقول دي اتحلت ازاي بالطريقة دي، لان المعاصر حال اللي احنا بنقوله ده، بس احنا بنقول ازاي بقى، هو ده المهم. بنكمل مع جملة خمسة، بقول لك فراغ is a room under a house، كذا هو عبارة عن حجرة أسفل منزل or other building أو مبنى آخر، often used for storing things، يستخدم في تخزين الأشياء. إيه هي بقى؟ bedroom حجرة النوم، passage بمعنى ممر، lodge بمعنى كوخ، ولا cellar بمعنى قبو، اللي احنا بنقول عليه bedroom هو ده، cellar بمعنى قبو، ودي الإجابة في جملة رقم خمسة. طيب ماشي، نروح لجملة رقم ستة، وطبعا ايه هو صفحه 103 واضحه قدامنا يا شباب عشان عارفين احنا شغالين على ايه. تو بقى جاي فراغ is to shout approval، كذا ان انت تزعق او تصيح بصوت فيه استحسان او encouragement او تشجيع. بوب بمعنى ينحني، cheer بمعنى يهتف، bend بمعنى ينحني ايضا، و forgive بمعنى يسامح. اجابتنا في الجمله رقم 6 هي cheer بمعنى يهتف. سبعة يقول لك فيها أور أنو جاي فراغ إس ذا سيريموني، كذا هو عبارة عن المراسم، آت ويتش اللي فيها سمون إز أوفيشيال، شخص ما وبطريقة رسمية، ميد كينج أور كوين بيبقى ملك أو ملكة. بريباريشن بمعنى إعداد أو تجهيز، إمبريشن بمعنى انطباع،
كورونيشن بمعنى تتويج، اكسبريشن بمعنى تعبير، تعبير زي التعبير انت بتطلقه على شيء يعني. طيب الإجابة بتاعتنا في جملة رقم 7 هو كورونيشن، التتويج. نجيب رقم 8 بيقول لك اجا الفراغ از سيركل ميد اوف جولد كذا، هو عبارة عن دائرة مصنوعة من الذهب، اند ديكوريتد وذ جويلز ومزينة بالمجوهرات، ورن باي كينجز يتم ارتدائها بوسط الملوك، اند كوينز والملكات والميدالهيدز على رؤوسهم، كراون بمعنى تاج، بريباريشن بمعنى تجهيز او اعداد، جارد بمعنى حارس، نوتس بمعنى ملحوظة. اجابتنا هي كراون بمعنى تاج، اجابة واحدة في الجملة رقم 8. 9 بيقول لك اوجه فراغ از ستيك كذا، هو عبارة عن ستيك بمعنى عصا، اوف واكس، واكس اللي هو الشمع، ذات يو بيرن تو برودوس لايت، انت بتشعلها بتحرقها يعني علشان ايه؟ تنتج الضوء. بازل بمعنى شيء مربك او محير، فايت بمعنى شجار، كاندل بمعنى شمعة، رود بمعنى طريق، كاندل بمعنى شمعة هي جبتنا في جملة رقم 9 ومشروحة كويس خالص قدام. طيب نروح لجملة رقم 10، to be أن تكون كذا، means to be very worried، أنت تكون قلق جدا about something بخصوص شيء ما، that may happen أنه قد يحدث. يا ترى surprised مندهش ولا anxious بمعنى قلق، وطبعا هنا قلق شديد، brief بمعنى اختصار لشيء، و eventual هنقول anxious بمعنى قلق. إجابتنا في جملة رقم 10. ننتقل لصفحة 114 عشان نكمل. صفحة 104 عليها بداية الجملة رقم 11. بيقول لك ايه؟ قرآن وجاف فراغ is a way of pronouncing كذا، هو عبارة عن طريقة لنطق words، كلمات that someone has اللي الشخص اللي هي عند الشخص، because of where they were born or live، بسبب المكان اللي ولد فيه او عاش فيه. يبقى كذا هو عبارة عن طريقة لنطق الكلمات ماشي لشخص ما، ليه؟ بسبب ده بيكون سبب المكان اللي اتولد فيه او اللي عاش فيه. accent بمعنى لهجة، language بمعنى لغة، hand writing اللي هو الخط بتاعك او الكتابة بتاعتك، طريقتك في الكتابة يعني، expression تعبير، تعبير زي التعبيرات اللغوية اللي بنستخدمها. طبعا اللي بيميز شخص عن اخر في نطق الكلمات هي حاجة اسمها accent، لهجة او لكنة، ودي بتكون سبب المكان اللي اتولد فيه او عاش فيه. 12 بقول لك فيها اور ان، باقي بيكمل فراغ، از ا نارو بيس اوف كلاس، هو عباره عن قطعه قماش ضيقه، ذات يو تاي اراوند اوند، انت بتربطها على جرح، اور اراوند اي بارت اوف ذا بودي، او حول جزء من الجسد، ذات هاز بين انجرد، ايه جرح. اوثوريتي سلطه، ايرن الحديد، ليف ورقه الشجر، ولا باندج بمعنى ضماده، باندج بمعنى ضمادة هي اللي إجابة في الجملة رقم 12. 13 بقول لك فيها وباقي الفراغ is a large formal occasion كذا، هو عبارة عن مناسبة كبيرة رسمية، at which people dance واللي الناس فيها بترقص، ceremony بمعنى مراسم، festival بمعنى مهرجان، ولا بول بمعنى حفل راقص، ولا panel، panel اللي بيقولوا عليها لوحة تحكم، أو ممكن تكون لوحة زي باب كده زي اللوحة اللي طلع منها راسندل هو وزابت علشان ينتقلوا لزندا. الإجابة بتاعتنا في جملة رقم 13 هي بول، والبول ده بيبقى حفل راقص وبيكون واخد مراسم رسمية بيتعمل فيه القصور الكبيرة وعند الملوك والحاجات زي كده. طب نحن 14 بقول لك فيها أور آن، مالهم بقى؟ إذا رود عبارة عن طريق، أور برود باث أو ممر واسع، بتوين تو روز أوف تريز ما بين صفين من الأشجار، especially one leading to a big house، وخصوصا لما بيكون واحد منهم بيقود الى منزل كبير. يا ترى وول بمعنى سور، ولا افيني بمعنى طريق مشجر في اشجار كتيره يعني، ولا فوك بمعنى مفترق طرق، ولا ان بمعنى حانه او 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 فندق صغير جدا. الاجابه بتاعتنا في جمله رقم 14 هي افيني، الافيني اللي بيقولوا عليه طريق مشجر في اشجار كتير يعني. اجابه واحده في 14. 15 بيقول لك فيها فراغ means the power or right to make important decisions كذا، عبارة عن القوة أو الحق في اتخاذ قرارات مهمة، decisions and control people، وإنك أنت إيه تتحكم أو تضبط الناس يعني، تقوم بعملية ضبطهم يعني. طيب يا ترى government حكومة، ولا force قوة أو إجبار، ولا authority السلطة، ولا strength اللي هي ليها علاقة بالقوة البدنية والحاجات دي؟ هنقول authority السلطة، لأن اللي عنده السلطة هو اللي بيكون عنده قوة اتخاذ القرارات والحاجات دي زي كده. طيب بنستغل وجودنا مع كتاب المعاصر في المراجعة
وننوه لقناة جديدة يا شباب احنا فتحناها للمرحلة الابتدائية. طبعا انت في ثانوية عامة راجل كبير، لو لك اخ او اقارب في المرحلة الابتدائية اقول لهم ان احنا السلسلة بتاعتنا فتحنا قناة جديدة سميناها انجليزي ابتدائي، بتحاضر فيها ميس هناء السمان، ودي من اقوى معلم اللغة الانجليزية في مجموعة القنوات بتاعتنا يا شباب. ان شاء الله هنحط لك الرابط بتاع القناة على في صندوق الوصف مع الفيديو ده، علشان لو ليك حبايب في المرحلة الابتدائية تقول لهم على القناة بتاعتنا الجديدة اللي لسه عملنا لها افتتاح من 3 ايام تحديدا. عايزينك ان شاء الله تتابع معنا فيها ويستفيد بها طبعا قرايبك اللي في مرحلة ابتدائي. نكمل التدريبات بتاعتنا، ووصلنا جمل رقم 16 علشان نشوف كتاب المعاصر اللي مسمي نفسه A Week is Enough، أسبوع كفاية، شايف إن أسبوع كفاية في مراجعة اللغة الإنجليزية. ماشي، وصلنا جمل رقم 16 مع The Prisoner of Zenda، بتقول لك أوجه فراغ is a small piece of metal، كذا هو عبارة عن قطعة صغيرة من المعدن. That you fire from a gun، أنت بتطلقها من بندقية. إيه؟ بل اللي هو الثور، الثور ده ذكر حيوان البقر، تمام؟ ولا بول اللي هو حفل راقص، ولا باليه، باليه اللي هو بيلعبوه الانسات او رياضه نوع من انواع الرقص اللي هو رقص الباليه، ولا باليت بمعنى رصاصه. هي دي باليت، رصاصه اللي بيتم اطلاقها في طبعا ايه عمليه من بندقيه. 17 بيقول لك فيها 2 ان كذا is to behave dishonestly، ان الواحد يتصرف بعدم شرف towards someone تجاه شخص ما هو loves you بيحبك او trusts you بيثق فيك or supports you أو بيأيدك ويسندك or do something that will cause problems for them أو تعمل حاجة هتسبب لهم مشاكل. إيه ده كله؟ بتري يخون أو يخدع، هايد يختبئ، uncover بمعنى يكشف، proof بمعنى يثبت، بتري بمعنى يخدع، هي الإجابة في الجملة رقم 17. 18 بيقول لك فيها تبقى جاي في فراغ is to speak to someone directly، إنك أنت تعمل كذا وإنك أنت تتكلم مع حد بطريقة مباشرة. ايه؟ كول بمعنى ينادي، سبيك يتكلم او يتحدث، ادرس يخاطب، توك بمعنى يتكلم. هنقول ادرس يخاطب هي الاجابه بتاعتنا. انت لما بتعمل ادريسنج مخاطبه بتكلم واحد قدامك واقف قدامك. 19 بيقول لي فيها وبعد كده جاء فراغ از ا لارج كارج، ايه هي بقى اللي عباره عن عربيه كبيره pulled by horses بتسحبها الخيول and used in the past وكان بيتم استخدامها في الماضي for carrying passengers بتستخدم لحمل الركاب. ايه هي؟ van اللي هي بيقولوا عليها شاحنة، دي العربية زي العربيات اللي عندنا احنا بنقول عليها عربية الميكرو باس، ولا لوري اللي هي العربية الكبيرة، ولا كوتش، كوتش اللي هي زي العربية الحنطور كده، ولا ترك شاحنة، الشاحنة دي عندنا زي العربيات اللي احنا بنسميها عربية ربع نقل او نصف نقل او ما الى ذلك. طيب الاجابة بتاعتنا في جملة رقم 19 هي كوتش، كوتش اللي هي زي ما قلنا عليها حاجة تشبه العربية الحنطور كده، تمام؟ دي كانت موجودة في الماضي. في جملة رقم 20 بيقول لك فيها تو بقى جاي فراغ ان كذا is to move towards كذا، هو انك انت تتحرك تجاه or nearer to someone او بالقرب من شخص ما or something او شيء ما. يا ترى approach بمعنى يقترب، ولا leave بمعنى يغادر، ولا depart بمعنى يرحل، ولا see off؟ هنقول approach بمعنى يقترب اجابتنا في الجملة رقم 20. ننتقل لصفحة 105 شباب عشان نتابع التدريبات بتاعتنا. صفحة 105 عليها بداية جديدة للأرقام، لأنه طبعا احنا قلنا هو موزع الحروف أبجدي. هنبدأ مع صفحة 105 ونكمل يعني مع جمله رقم 1، بيقول لك اوجه الفراغ از ان اوبينيون كذا، هو عباره عن راي ذات يو فورم انت بتكونه سبيشالي افتر ثينكينج، وخصوصا بعد التفكير كيرفولي بحرص او عنايه اباوت سمثينج في شيء ما. يا ترى جادجمنت بمعنى حكم، ولا جادج بمعنى يحكم، ولا جوفرن بمعنى حكومه، ولا جوفرن بمعنى يحكم؟ اجابتنا هي جادجمنت، جادجمنت بمعنى حكم، اللي انت عباره عن راي انت بتوصل ليه في النهايه. اتنين بيقول لك فيها تو بقى جاي فراغ ان كذا is to deliberately، deliberately معناها عمدا، pay no attention بمعنى لا تلقي بالا، ما تهتمش يعني، to something لشيء ما that you have been told اخبرت به or that you know about او ايه انت تعرف عنه. يا ترى remind بمعنى يذكر، remember يتذكر، forget ينسى، ولا ignore يتجاهل. ignore يتجاهل هي اجابتنا في جملة رقم 2، طبعا واضح اسم الكتاب يا شباب قدامنا وواضح في كل حاجة، تمام؟
اجنور بمعنى يتجاهل هي اجابتنا في الجمله رقم 2. نروح لصفحه 106 عشان نكمل التدريبات بتاعتنا يا شباب. صفحه 106 عليها جمله رقم 3 بيقول لك اور ان از ا ريزون كذا، هو عباره عن سبب ذات يو جيف، انت بتعطيه تو اكسبلين كيرلس اور اوفنسيف بيهيفير، عشان انت تشرح بيه اهمال حصل او تصرف مهين. ريزلت بمعنى نتيجه، اكسكيوز بمعنى عذر، افكت بمعنى تاثير، اوتكم بمعنى نتيجه. طبعا اكسكيوز العذر هو ده الشيء اللي انت بتديه لما انت بتسيء التصرف في شيء ما او بيكون في اهمال من شيء ما. اربعه بدا فراغ مينز فيري انجري كذا، عباره عن الغضب الشديد. ديبريسد بمعنى محبط، ولا فيوريوس بمعنى غاضب غضب شديد جدا، ولا جويس حاجه فيها سعاده ومرح، ولا بليزد مسرور. طبعا فيوريوس بمعنى غاضب غضب شديد هي جبنا في جمله رقم 4. خمسه بدا فراغ از ا كومن هيفي ميتال كذا، هو عبارة عن معدن بس ايه تقيل جدا. ان ارن مكواة، ولا ارن الحديد، ولا ايروني بمعنى ساخر، ولا ايرونيكال اللي هي بقى ايه السخرية والحاجات دي. تمام، ايروني هي سخرية وايرونيكال بمعنى ساخر. شباب نأكد تاني معنيهم، ايروني اللي هو السخرية وايرونيكال بمعنى ساخر. طيب نرجع للإجابة بتاعتنا، احنا عايزين كلمة ارن بمعنى حديد، إجابة في جملة رقم 5. ستة بقول لك فيها to be ان تكون كذا means to be put in prison كذا، معناها ان يتم وضع هذا الشخص في السجن or kept in a place او يتم الاحتفاظ به في مكان ما. someone cannot escape ما يقدرش يهرب منه، يبقى imprisoned. imprisoned هنا بمعنى معجب بحاجه، ولا position. position بمعنى تحدد مكان لشيء، ولا poison بمعنى تسمم حد سممه يعني، ولا imprisoned بمعنى سجن. imprisoned بمعنى سجن اجابتنا في جمله رقم 6. جمله رقم 7 يقول لك فيها ابا جاب فراغ از لارج جلاس دور كذا، هو عباره عن باب كبير من الزجاج. طيب فرنش ويندو اللي بيقولوا عليها بلكونه، ولا هانتنج لودج كوخ للصيد، ولا فوك مفترق طرق، ولا بانل اللي هو لوح التحكم. اجابتنا هي فرنش ويندو اللي هي البلكونه للاجابه في جمله رقم 7. لحظه ننشط الاشاره عشان نحط لك عليها دايره علامه اهي. فرنش ويندو بمعنى باب بلكونه. جمله رقم 8 بيقول لك فيها ابا جاب فراغ از ساوند اور مارك ميد ايتش تايم كذا، هو عباره عن الصوت او العلامه اللي بتحصل او اللي بيتم فعلها ميد ايتش تايم كل مره. يور فوت تاتش ذا جراوند اللي رجلك بتلمس فيها قدم، هنا فوت بمعنى مشط القدم. تاتش ذا جراوند وين يو ار ووكينج اور رانينج لما تكون بتجري او بتمشي. يا ترى فوت برنت اثار الاقدام، ولا فوت ستيب اللي هي الخطوه خطوه رجلك، ولا فوت مارك علامه للرجل، ولا فوت ورك. هنقول فوت ستيب. فوت ستيب اللي هي الخطوه، يعني انت كل ما بتتحرك بتخطو برجلك خطوه من مكان لمكان، الخطوه دي بتعمل صوت او بتعمل زي علامه الناس بقى بتسمعها، بيسموها فوت ستيب بمعنى خطوه. طيب نروح لجمله رقم 9. تو بقى فراغ از تو شوت بالتس اور بومز كذا، هو عباره عن انك انت تطلق الرصاص او ايه البومز القنابل. فاير بمعنى يشعل، مس بمعنى يفقد، ولا ديسمس بمعنى يطرد، ولا كيل بمعنى يقتل. هنقول فاير. فاير هنا بمعنى يشعل او يطلق النار، تنفع مع البالتس الرصاص او البومز اللي هي القنابل. شوف الجمله رقم 10. الجمله رقم 10 بيقول لك فيها ابا جاب فراغ از ا سبيس بتوين تو ثينجز كذا، هو عباره عن سبيس بمعنى فراغ، حته فاضيه يعني ما بين شيئين، زي مثلا هنا مثلا في فراغ اهو، ولا ايه باسج بمعنى ممر، ولا سيلر بمعنى قبو، ولا لودج بمعنى كوخ، ولا جاب. جاب بمعنى فجوه، هي دي، هو ده الفراغ ما بين حاجتين اهي، دي اسمها جاب. يعني مثلا ادي حرف الايه وادي الفعل از، الحته اللي بينهم دي اسمها جاب اهي. تمام. طيب 11 بدأ فراغ is something that you have to do كذا، هو عبارة عن شيء انت بتحتم لك انك انت تأديه because it is right or it is part of your job، لانه شيء صواب او لانه جزء من عملك. spade بمعنى مجراف اللي هو بنوع احنا في الثقافة المصرية الكريك. fight بمعنى شجار او قتال. duty بمعنى واجب. guild اللي هي المعنى الحرفي فيها نقابة. طيب نروح لكلمة ديوتي هي اجابتنا في جملة رقم 11. 12 بدأ فراغ
is the feeling that something is not true, كذا هو الشعور بأن شيء ليس صواب, or that someone cannot be trusted, أو أن شخص ما لا يمكن الثقة فيه. ترى trust الثقة, doubt الشك, evil الشر, permission is هنقول doubt الشك. إجابتنا في الجملة رقم 12. 13 بيقول لك فيها أبعد فراغ is a piece of paper, كذا عبارة عن قطعة من الورق, that has official information, فيها معلومة رسمية, written on it, مكتوبة فيها. تمام؟ يا ترى permission بمعنى is shock, بمعنى صدمة, push بمعنى يدفع للأمام, يزوق حاجة لقدام يعني, document بمعنى وثيقة. ها مين بقى اللي هي عبارة عن a piece of paper that has ايه هي اللي عبارة عن جزء من الورق في معلومة رسمية اللي اسمها ايه بقى؟ document, وثيقة. الوثائق هي الأشياء اللي بتبقى فيها معلومات رسمية وبتبقى مكتوبة جواها, بيسموها وثيقة. طيب 14 بقى, فراغ is when someone has broken a law. ايه بقى هو اللي بيحصل لما شخص ما يخرق القانون؟ guilt ذنب, trust ثقة, step بمعنى خطوة أو يخطو, trap اللي هي المصيدة. guilt الذنب هو اللي بيحصل لما الإنسان يخرق القانون. 15 بيقول لك بقى فراغ is a place, كذا هو عبارة عن مكان, where a road, حيث يكون في طريق, or river, نهر, divides into two parts, بينقسم الى جزئين. ايه بقى؟ فوق مفترق طرق, ولا فورست بمعنى غابه, ولا ويسبر بمعنى يهمس, ولا سيلر اللي هو رقبه. هنقول فوق مفترق طرق, هو دي اجابتنا في الجمله رقم 15. 16 بيقول لك بقى فراغ is someone, كذا هو عباره عن شخص ما, هو looks very similar, يبدو متشابه, to someone else, لشخص تاني, نيفيو اللي هو ابن الاخ او الاخت, ولا هاف براذر الاخ غير الشقيق, ولا رويال بمعنى ملكي يعني من عيله ملكيه يعني, ولا الدبل, دبل اللي هو كانه نسخ منك. ماشي, نكمل في جمله رقم 17. نرفع الصفحه شويه كمان عشان تبقى شايف الرقم اللي احنا شغالين عليه 106. 17 بيقول لك فيها to be, أن تكون كذا, is to be exactly the same, أنك أنت تكون يعني إيه بالظبط كده, واحد تاني بالظبط, or very similar, متشابه تماما, identical متطابق, ولا generous بمعنى كريم, ولا perfect بمعنى تام, ولا heavy بمعنى ثقيل. identical متطابق هي اللي معناها إن إيه حاجتين يكونوا نفس الإيه, نفس الشيء بالظبط. 18 بيقول لك فيها to be, أن تكون كذا, is to very pleased and excited about something, الواحد يبقى مسرور جدا او متحمس جدا لشيء ما. generous كريم, delighted بمعنى مسرور او سعيد سعاده شديده, perfect بمعنى تام, identical متطابق هنقول delighted بمعنى سعيد او يعني ايه مبسوط جدا. 19 بيقول لك القرآن is a bridge, كذا هو عباره عن كوبري, that can be pulled up, يمكن سحبه رفعه لفوق يعني, أو for example على سبيل المثال, to prevent people getting into a castle, عشان يمنع الناس من دخول قلعة. drawbridge جسر متحرك, ولا swordsman المبارز, ولا ambassador بمعنى سفير, ولا event بمعنى حدث. إجابتنا هي drawbridge بمعنى جسر متحرك في جملة رقم 19. ننتقل لصفحة 107 عشان نكمل شباب. 107 عليها بدأت الجملة رقم 20 واللي بتقول لك أوجه الفراغ is someone who is related to a person who lived long ago, كذا هو عبارة عن شخص ما قريب لشخص ما عاش من فترة طويلة عدت. نقول عليه بقى ايه بقى؟ descendant بمعنى حفيد, تمام؟ او بيقولوا عليه سليل باللغة العربية. mansion اللي هو البيت الكبير المبني في الريف, ولا personality الشخصية بتاعت حد, ولا sword بمعنى سيف. هنقول descendant هنا بمعنى حفيد او سليل. 21 بدأ الفراغ means in a way, كذا معناها بطريقة ما, that is popular or thought to be good, بطريقة شعب يعني محبوبة أو مفضلة أو يعتقد إن هي جيدة, at a particular time, في وقت محدد. royal بمعنى ملكي, tough بمعنى فظ, joyous بمعنى حاجة فيها متعة أو فرح, ولا fashionably بمعنى زي ما بيقولوا إيه على الموضة. ماشي, حاجة تساير الموضة يعني, هي دي الإجابة بتاعتنا. fashionably بمعنى مساير للموضة أو يعني يناسب الوقت اللي هو فيه, حاجة حديثة يعني على الموضة. 22 بدأ الفراغ means making people very happy, كذا وإنك أنت تجعل الناس سعيدة جدا. royal بمعنى ملكي, tough بمعنى فظ, joyous بمعنى مبهج أو حاجة بتجيب سعادة,
ولا فاشنبلي زي ما قلنا على الموضة من شوية، هناخد جويس بمعنى مبهج أو مفرح. إجابتنا في الجملة رقم 22. ترجمة بيقول لك أور أن كذا is the building، هو عبارة عن المبنى. where a group of officials، حيث مجموعة من الموظفين. deal with their country's affairs، بيديروا شؤون دولتهم. in a foreign country، في دولة أخرى، دولة أجنبية طبعا. hunting اللي هو الصيد. lodge بمعنى كوخ. moat بمعنى خندق مائي. ولا embassy بمعنى سفارة. embassy بمعنى سفارة. إجابتنا في الجملة رقم 23. 24 بدأ الفراغ. is the activity كذا هو عبارة عن النشاط. of chasing animals اللي هو بيتم من خلال مطاردة الحيوانات. in order to catch and kill them لمطاردتها أو ملاحقتها وقتلها. hunting الصيد. lodge بمعنى كوخ. moat بمعنى خندق مائي. embassy بمعنى سفارة. hunting الصيد. إجابتنا في الجملة رقم 24. وبكده نختتم الفيديو ده. إن شاء الله انتظرونا في الفيديو التاني اللي هنكمل فيه باقي مفردات The Prisoner of Zenda اللي جايبها كتاب المعاصر اللي مسمي نفسه A Week is Enough، أسبوع كفاية. وإحنا قلنا إنه بيركز في الجزء ده، في جزء The Prisoner of Zenda، على المفردات اللي إحنا قلنا عليها. إن شاء الله انتظرونا مع معلم خبير زي مستر عزت مستر شيماء استنول أنا محافظ سواج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.